بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله حنتناول برنامج العروض التقديمية، مهارات الأساسية لعمل عرض تقديمي احترافي باستخدام الباوربوينت 2013. المدة المتوقعة 2 يوم 6 ساعات. بنقسم الموضوع بتاعنا ليومين إن شاء الله. في اليوم الأول هنتعرف على أشرطة البرنامج وكيفية إدراج شريحة جديدة، تحديد نوعها وإدراج المحتوى اللي هو ممكن يكون عبارة عن نص أو صورة أو شكل أو سمارت آرت أو لقطة شاشة أو فيديو أو صوت. بعد ذلك كيف نقدر نختار تصميم مناسب للعرض التقديمي بتاعنا. عشان نفتح البرنامج ممكن نجي من قائمة ستارت أو من البحث نكتب POW، طوالي هيظهر معانا برنامج الباوربوينت، نضغط عليه وكليك هيفتح معانا. طيب زي ما أخذنا في البرامج السابقة اللي هي الوورد والإكسل والأكسس، إنه بيكون عندنا الواجهة الأساسية في 2013 بتدينا الريسنت فايل، آخر ملفات إن إحنا تعاملنا معاه، كمان بتدينا تمبلت جاهزة إحنا ممكن نستخدمها. أو ممكن نستخدم البلانك بريزنتيشن إذا عايزين نعمل عرض تقديمي جديد، أو إذا أنت متصل على الإنترنت ممكن تبحث عن قالب مناسب أنت عايزه باسم محدد يقوم يوفره لك. فإحنا هنضغط على بلانك بريزنتيشن لأننا قاعدين ندعم نتعرف على المهارات الأساسية. بعد ذاك ممكن أنت طوالي تخش على أي قالب انت عايزه. طيب احنا قلنا في 2013 الشريطة بتاعتنا اللي هي بسموها الريبون تاب او شريط الريبون، فيه 3 خيارات للعرض، انه يكون ظاهر كامل بالتاب والكوماند بتاعته اللي هو دي عبارة عن التاب، بدل القوائم بقت عبارة عن تاب، اي تاب جواه في مجموعة من الكوماند. اول شريط طبعا معروف اللي هو التايتل بار، شريط العنوان، في اقصى اليمين فيه الكلوز والمينيمايز والماكسيمايز عايز تصغر الصفحة لأسفل التاسك بار، وعندنا تصغير وتكبير النافذة. بعد ذلك عندنا هنا خيارات شريط الريبون، انه يكون مخفي تماما ما يظهر لنا إلا لما نضغط على الـ3 نقاط دي يظهر. تاني إذا مشينا على مساحة العمل يختفي. خيار التاني إنه يظهر لنا التاب فقط. بعد ذاك لما أضغط على التاب تجيني الكوماند بتاعته. الخيار الثالث إنه يظهر لي التاب والكوماند مع بعض، ده الستاندر. فأنت إذا لقيتهم مخفيات ممكن تظهرهم بكل بساطة. عندنا أول قائمة بتاعتنا أو أول تاب بتاعتنا اللي هي الفايل. احنا قلنا في أي برنامج أول حاجة بنقوم نحفظ الملف بتاعنا، ممكن نضغط على كمبيوتر براوز على الديسكتوب، قلنا عملنا ملف باسمنا، وإذا ما عملنا نعمله باسمنا، وعندنا ملف اسمه اليوم السابع. ننشئ نيو فولدر باسم اليوم السابع، عايزين نحفظ عليه البرنامج بتاعنا. اللي هو نسميه مثلا البرنامج المتكامل، لكن ما ضدك أكيد لأنه الامتداد بتاع الباوربوينت هو BBTX، فإحنا هنكتب البرنامج المتكامل فقط. انت ممكن تظهر لك هنا كلمة PowerPoint Presentation من غير الامتداد ده، أو ممكن تظهر لك بالامتداد كل واحد. بعد ذاك نضغط على سيف، كده بنكون حفظنا البرنامج المتكامل بتاعنا. لما يظهر لك هنا معناته خلاص انت حفظت العرض التقديمي بتاعك. العرض التقديمي بتاعنا بيكون مجموعة من الشرائح، أي شريحة عندها محتوى محدد أنت بتكتبه. ودائما العرض التقديمي بيتميز بأنه بسيط وبيكون في شكل نقاط،
يعني انت ما تكتب كلام كثير، لكن بعد ذاك بتشرح انت في العرض بتاعك. عندنا مجموعة من التاب، التاب الأساسية اللي هي الهوم، ودايما قلنا الكوماند اللي بنتعامل معاه بكسرة دايما بيتم وضعها في الهوم. بعد ذلك عندنا الانسيرت، اذا عايز تعمل انسيرت لشريحة جديدة، او عايز تعمل انسيرت لصورة او فيديو او شكل او سمارت ارت، دي كلها بتكون في الانسيرت. فنحن اذا عايزين نعمل انسيرت لنيو سلايد اللي هي شريحة جديدة، فبنقوم نضغط على نيو. الشرائح ذاتها تنقسم لقوالب اللي هي التايتل سايد، دي الشريحة بتكون دايما في الأول، بيكون فيها العنوان العريض بتاعنا، وبعد ذاك ممكن يكون في عنوان فرعي. النوع الثاني اسمها تايتل اند كونتين، دي ممكن تكون الشريحة الثانية مثلا يكون فيها عنوان محتوى عنوان محتوى عنوان محتوى. برضو ممكن تحتاج ل سيكشن هيدر، انه بعد كل شريحة تعمل لك فاصل او جزء منفصل. برضو عندنا تو كونتنت، ممكن تحتاج لانه يكون عندك تو كولم تكتب فيهم محتوى. عايز تقارن برضو كومباريزون، تايتل اونلي محتاج لك لشريحة فيها عنوان فقط، بلانك محتاج لك لشريحة فارغة. فدي كلها عبارة عن انواع بتاعة شنو شرائح انت ممكن تختارها تشتغل عليها. انت اذا عايز تضيف محتوى للبرنامج بتاعك، ما عليك الا تضغط كليك على مثلا عايزين نكتب العنوان، ما عليك الا اضغط كليك على التايتل واكتب العنوان بتاعي البرنامج المتكامل في مهارات الحاسب الآلي. هنا مثلا في السب تايتل اكتب باستخدام اوفيس 2013 كتوضيح اكتر. كده انا كتبت المين سلايد بتاعتي اللي هي دي اللي فيها العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي. بعد ذاك هنا ممكن اجي اكتب تفاصيل اكتر عن البرنامج بتاعي، مثلا تعريف الرخصة الدولية اللي هو البرنامج ده بيشمل لنا الرخصة الدولية. هنا كان لاحظنا انه اتجاه الكتابة يسار، فأنا ممكن اجي من الهوم من الباراجراف احول اتجاه الكتابة يمين اللي هو القراءة بتاعت الكتابة تكون قراءة عربي اللي هي من اليمين لليسار. هنا برضو ممكن احول اتجاه القراءة للكتابة تكون من اليمين لليسار. هنا مثلا عايزين نكتب تعريف للرخصة الدولية، هي شهادة دولية معتمدة في المهارات الأساسية للحاسب الآلي وتطبيقاته. كده أنا كتبت محتوى وكتبت عنوان. ممكن أكبر المحتوى بإني أضغط كليك على الحد بتاع المحتوى، بعدها ممكن أكبر الخط بتاعه أغير اللون. إذا كان ده عبارة عن تعريف ممكن أشيل النقطة دي برا، لكن إذا ما تعريف لازم يكون الكلام بتاعي بشكل النقاط. ممكن أعمل تاب في بداية الكلمة من هنا عشان يديني مسافة في بداية الكلام. ممكن أعمل له لون، حجم خط، أي حاجة احنا أخذناها على الويرد ممكن نطبقها هنا على النصوص بتاعتنا. لكن حسي ما عايز اشتغل اي فورماتنج، لأنه هنجي نختار تصميم تصميم للباوربوينت أو العرض بتاعنا بصورة عامة. طيب إذا عايز تدرج تاني شريحة جديدة، قلنا بنمشي من قائمة insert new slide ونختار الشريحة اللي عايزينها. او في طريقة تانية اني اضغط كليك على الشريحة اخر شريحة انا فيها، ومن الكيبورد اضغط على انتر، طوالي بيديني من نفس نوع الشريحة دي شريحة اخرى انا ممكن اتعامل معها او اكتبها. ممكن برضو اعمل رايت كليك كوبي
واعمل رايت كليك بيست لنفس الشريحة دي برضو بكررها لي مرة اخرى تتكون الرخصة الدولية من 7 موديل. يلا الموديل دي حنجي نكتبه في شكل نقاط، في شكل نقاط، عشان كده احنا محتاجين نعمل النقاط بتاعتنا من البراجراف. هنا هنكتب ال7 موديل، انت هتكتبوها معاي على الباوربوينت اللي هي مقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إدارة الملفات والمجلدات، محرر النصوص وورد والعروض التقديمية، والجدول الإلكتروني إكسل، وقواعد البيانات إكسس والإنترنت. كل ما عايز تضيف نقطة جديدة بس ما عليك إلا تضيف في آخر نقطة وتضغط على إنتر، طوالي بديك النقطة القبولة. ممكن هنا برضو في محرر النصوص أضغط على إنتر هيديني نقطة في المنتصف، أضغط على باك سبيس هيحذف لي النقطة اللي أنا عايزها. كده أنا قدرت أضيف محتوى على العرض التقديمي بتاعي. بعد ده هبدأ أنزل كل المحتوى بتاعي اللي أنا عايز أعرضه على المشاهد. مثلا هنا أكتب مثلا جدول البرنامج يكون كيف، غير اتجاه الكتابة يمين. طيب إذا عايزين ندري الجدول عندنا خيارين، الخيار الأول هنا نمشي من قائمة insert نقول له إدراج جدول، نختار من هنا عدد الصفوف وعدد الأعمدة اللي احنا عايزينها، أو من هنا كان لاحظنا في أيقونات للون باهت فيها تيبل صورة كده برضو دي ممكن نختارها. احنا عرفنا كيف نقدر، تعرفنا على الأشرطة الأساسية وعرفنا كيف نقدر ندرج شريحة، فعايزين ندرج مثلا عرفنا كيف ندرج نص، بعد عايزين ندرج جدول. تمام، فعندنا الجدول قلنا ممكن عن طريق الايقونات دي، اضغط كليك على جدول بيقول لي حدد لي عدد الرو وعدد الكولوم واديه اوكي، او ممكن من انسيرت تيبل برضو بيقول لي حدد لي عدد الرو وعدد الكولوم واديه انتر. طيب مما ضغطت على انتر طوالي بينزل معايا الجدول، لما نضغط على الحافة بتاعته ممكن أحركه بكل سهولة، بالأرقام برضو في نقاط ممكن أحركه بكل سهولة. بضغط كليك على الخلية بكتب الكلام اللي أنا عايزه، مثلا اسم البرنامج، عدد الأيام، عدد الساعات. إذا ضغطت برضو على حافة الجدول ممكن أمشي للهوم وأغير الدايركشن، بقيه في المنتصف على اليمين على اليسار، أزيد الخط، كلها ممكن حاجات أعملها. برضو هنا ظهرت معاي تاب جديدة اسمها تيبل تول، فيها 2 تاب، الديزاين ده أنا عن طريقه ممكن أغير الديزاين بتاع التيبل. وفي برضو البوردرز، انا ممكن اخلي انه التيبل يكون كله مخطط بخطوط، او احذف بعض الخطوط واظهر بعض الخطوط. طيب هنا كان لاحظنا انه الهيدر بتاعي هو الرو الاعلى، ده الهيدر رو ممكن اشيله او اعمل توتال رو، بيهايند رو، كلها خيارات انا ممكن شنو اعملها للجدول بتاعي. برضو هنا في اللي اوت ده اذا انا عايز اضيف رو جديدة احذف رو، مثلا هنا في عدد الساعات اذا قلت لي insert above معناتها هيضيف لي رو جديدة في الاعلى، عملت تراجع. اذا قلت لي insert below معناتها هيضيف لي رو جديدة في الاسفل. اذا قلت لي insert left معناتها هيضيف لي كولوم جديدة، بس لان انا هنا كنت مظلل على الرو كامل قام اضاف لي على عدد التظليل، لكن اذا انا كنت ضاغط على خلية واحدة وقلت له insert left هيضيف لي كولوم واحد فقط، اعمل تراجع. طيب حتى اذا اضفت كولوم وعايز احذفه برضو بكون واقف على كده بقول له delete
كولم، حيحذف لي الكولم اللي انا كنت واقف عليه. التحكم فيه بكل بساطة، ممكن اتحكم على الجدول بتاعي. عندك نجي نكتب تفاصيل البرنامج في بقية الخلايا، بضغط كليك على الخلية وبكتب البرنامج اللي انا عايزه. كتبت التفاصيل بتاعتي، ممكن برضو احدد عادي بيناقي في الخلية، اضغط كليك وجر، جي هنا اكبر شنو حجم الخط. عايز اضيف رو جديدة، ممكن امشي ل الديزاين لاي اوت واضغط انسيرت بلو مثلا الانترنت والويب يوم واحد ساعتين. كده انا كتبت تفاصيل او جدول البرنامج. طيب عايزين نضيف شريحة جديدة، برضو قلنا نمشي لانسيرت. هنا في الهوم برضو جايب لنا السلايد، لان احنا بنتعامل معاه بكثرة، قاموا جابوها لنا برضو من الهوم. ممكن تضغط طوالي على انسيرت وتضغط على شريحة جديدة، هيضيف لك برضو شريحة جديدة. طيب عايزين نعرف كيف نقدر نضيف صورة، برضو من انسيرت نضغط على بيكر صور، نختار الصورة بتاعتنا اللي احنا عايزين نضيفها، ونعمل لها انسيرت. مثلا اخترت الصورة دي من الديسكتوب، هضغط على انسيرت، طوال حينزل لي الصورة على الباوربوينت، تظهر معاها بيكتشر تول اللي هي عن طريقة ممكن اغير في فريم، اضيف فريم للصورة. هنا ممكن اكتب تايتل للصورة، او ممكن احذف النص بتاعي ده اذا انا ما عايزه، بان اضغط عليه كليك كده واضغط عليه شنو كات، او من الكيبورد اضغط ديليت او اخليه موجود. فلما اضغط على الصورة كده انا ممكن اكبر حجمها اصغر حجمها. هنا عندي سهم دائرة ممكن احركه، ممكن اتحكم في الصورة زي ما انا عايز من الفورمات بتاعي. هنا هنا برضو ممكن التفتيح بتاعه، غير التفتيح بتاعه اغيره ازيده، الكلر بتاعه ممكن اغيره ازيده، وهكذا. ممكن اعمل لها ضغط، صغر الحجم بتاعه، يكون لها خيارات للصورة بتاعتي اللي انا نزلتها. وده كله تقريبا احنا لقانا في الورد. برضو ممكن ننزل شيب شكل، هنا مثلا في الستارت ام بانر عندنا الشكل بتاع الورقة ده، ممكن ارسمه كده، انزل الشكل برضو بيظهر معاي drawing tool، ممكن اغير الحاجة اللي انا عايزها، وممكن اضغط right click اضيف عليه نص. بعد ذاك ممكن انسق النص زي ما انا عايز من الهوم، انسق الالوان بتاعته، اي حاجة انا عايزها في النص ممكن انسقها. برضو ممكن اضيف سمارت اد جرافيك اللي هي عبارة عن اشكال، اذا انا داير اضيف شكل هيراشكل او داير اضيف هيكلية او ليست، فممكن استخدم الاشكال دي. مثلا في سايكل هنا ممكن اختار سايكل، يضيف لي شكل زي ده كده. عندك ممكن اتحكم في المكان بتاعه هنا ده اذا احنا ما عايزينه،
نضغط عليه كليك ونضغط على ديليت نحذفه عشان ما يسهمنا. نيجي هنا نضيف الشكل بتاعنا. هنا في حتة التكس بتضغط طوال تكتب الحاجة اللي انت عايزها، مثلا ويندوز وورد باوربوينت اكسل اكسس. بعدك ممكن اكبر الحجم بتاع الكتابة عادي للصورة دي كده، واكبر الحجم بتاع الشكل ذاته. اذا ضغطت كليك على الدائرة، ضغطت رايت كليك، ممكن اعمل انسيرت اد لي شيب جديدة. يقول لي ده عايز تعمل دائرة افتر ولا بيفور؟ اذا قلت له بيفور هيعمل لي دائرة قبل، تراجع. اذا قلت له افتر هيعمل لي دائرة بعد. برضو انا ضاغط كليك على الشكل بتظهر معايا السمارت تول اللي هي فيها الديزاين. عن طريقة ممكن اغير الديزاين بتاع الشكل، وممكن اغير الكلر بتاع الشكل، وممكن اغير الشكل ذاته اذا عايز اختار لي شكل اخر. برضو عندنا الفورمات، ممكن اغير فيها النصوص، طريقة الكتابة المكتوب بها النص داخل الشكل، الدوائر ذاتها، اللون بتاعها ممكن اغيره. هذه كلها خيارات للشكل بتاعي. كده بنكون عرفنا كيف نقدر نضيف شكل ل الباوربوينت بتاعنا. وهكذا انت بتضيف في المحتويات بتاعتك اللي عايز تعملها على الباوربوينت كأنك شغال على الوورد او على. طيب نجي للحاجة التانية اللي هي الديزاين. عندنا تاب اسمه ديزاين، فاحنا هنا من الديزاين بنقوم نختار تصميم للعرض بتاعنا. هنا احنا عندنا مجموعة من التصاميم الجاهزة اللي هي دي كان ملاحظين ظهرت لنا في البداية. ممكن نبحث في الانترنت بدينا تاني تصاميم كمان، فلما نمرر على الماوس كده بيقوم بيطبق لنا التصميم بتاعنا على العرض التقديمي. يعني ورينا الشكل بتاعه عامل كيف. انت بتختار العرض التقديمي المناسب معك. تضغط عليه وكليك، طوالب قوم بيطبق لك على السلايد بتاعتك كلها. ممكن يغير لك في بعض الخطوط، يعمل لك ربكة في بعض الحاجات، انت ممكن بعد ذلك شنو ترتبها. فأنا هنا من ديزاين بقدر اختار التصميم بتاعي. هنا التصميم الواحد ممكن يكون عنده اكتر من لون، بوفر لك له اكتر من لون للتصميم الواحد. برضو ممكن تضغط عليه طوال تطبق لك على الشكل بتاعك، او انت ممكن تختار الوان براك للشكل بتاعك. فهنا انت عن طريق الديزاين ممكن تختار الالوان اللي انت عايزها لشكل البرنامج بتاعك. اذا عايز احفظ الكلام اللي انا اشتغلته ده بعمل على سيف، بضغط على حفظ. طيب بكده بنكون عرفنا كيف اتعرفنا على أشرطة البرنامج، كيف ندرج شرائح جديدة، وكيف ندرج نصوص أو صور أو أشكال، وكيف نختار تصميم للعرض التقديمي بتاعنا. نجي نواصل إن شاء الله في الجزء الثاني للباوربوينت. هنا إذا قلت لي مثلا أنت ليه ما وريتنا كيف نقدر ندرج
لقط الشاشة، لأن هذه الصورة مثل الصورة. مثلا إذا عايز أغير نوع الشريحة بتاعتي، إذا ما داير يكون تايتل كونتنت، ممكن أضغط رايت كليك لاي أوت، أبقي مثلا بلانك. طيب أنا عايز أعمل إنسيت للقطة الشاشة، عندي حاجة اسمها سكرين شوت، بضغط عليها كليك. بعد ذاك الحاجة اللي بحدد عليها كده طوالي، هو بضيفها لي على الشاشة بتاعتي. فأنا إذا عايز الديسك توب مثلا، بقوم أول شي بخلي الديسك توب هو المعروض، وبجي على البرزنتيشن بتاعي، وأجي على إنسيرت وأقول له سكرين، وطوالي هيجيب لي الديسك توب ذاته. بقوم أحدد الحتة اللي أنا عايزها، طوالي هينزل لي على الباوربوينت. كده أنا نزلت صورتين. بعد ده الصورة ممكن أتحكم فيها زي ما أنا عايز، وكده بكون عملت سكرين شوت من الجهاز بتاعي كأنها صورة عادية. طيب هنقف لحد هنا، ونجي نواصل إن شاء الله في الجزء الثاني، ما تبقى من إضافة حركات الدخول والأنيميشن والسلايد شو، وكيفية تحويل الباوربوينت لبي دي اف وفيديو. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.